بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع سلسلة بايثون بالمغربي، والهدف دائما هو التعامل مع الملفات من خلال مشروع جد صغير يقوم بخلق ملف، إضافة بعض الأسطر للملف والبحث والحذف والتغيير، ثم رؤية جميع عناصر الموجودة في الملف. إذن هو عبارة عن مشروع صغير، قمنا ببدايته انطلاقا من الجزء 44. إذن يرجى لمن أراد أن ينظر إلى هذا المشروع بأكمله أن يبتدئ من الجزء 44 خاص ببايثون والملفات. إذن نريد أن نبرمج في هذا الفيديو يفوار تول إزانفو الفيشي طبيسيس، يعني سنقوم باستخلاص جميع أو إظهار جميع العناصر الموجودة في الملف فورنيسور. وعلى إذن 6، إذا نمشي بعد إف شو إيقالة 6، سنقوم ببرمجة ليستة. إذا لبرمجة ليستة سنقوم إن شاء الله بالتعامل مع الملفات من خلال هذا الملف. إذا سأقوم كلوز كنترول سي، دائما كنترول في، أريد أن لا أريد أن أكتب ولكن أريد أن أقوم بالقراءة. وبالتالي الحمد لله سأستعمل كلمات read وعلى، وسأقوم بقراءة plants. سأقوم بمتغير مثلا res إيقالة fichier .read وعلى .read. سأقوم بplants، سأقوم ببرانس ريز لإظهار جميع العناصر. سأجرب إن شاء الله سريريزاسيون. إذن لي فوار تو لي زانفورماسيون تابي 6، وبالتالي 6 فوالا. لاحظ بأنه قام بجرد مختلف العناصر الموجودة في الملف فورنيسور 14/12/148، وبالتالي فورنيسور هو 14/12/148، وبالتالي سأخرج من ليكزيكيسيون. إذن سأكتب 5 فوالا. إذن عبارة عن كود بسيط جدا لقراءة كل شيء. إذن أستعمل فيشي open اسم اسيو في فورنيسور .exe بقراءة، وسأستعمل فونكسيون read التابعة للأوبجي فيشي، ثم فيشي .close للتخفيف على الذاكرة العشوائية. إذن الفيديو المقبل هو فيديو مهم جدا لهو كيفية البحث، يعني الريسيرش داخل ملف. إذن كرياسيون أجو، الحمد لله قمنا ببرمجة خلق ملف، إضافة أسطر، قراءة جميع المعلومات الموجودة في شيء. سأقوم مثلا ببرمجة الخيار رقم 7 كنترول سي ولا كنترول في، يعني ريسيرش تابي 7. إذن ريسيرش دون زان فيشي. سأبرمج في الحلقة المقبلة إن شاء الله ريسيرش دون زان فيشي تابي 7. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.